كشفت وزارة الداخلية الروسية عن اختلاس ما يقرب من 3 ملايين دولار من الأموال التي تم تخصيصها لإعداد وعقد قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في منتدى فلاديفوستوك. وكان تحضير القمة وجه انتقادات واسعة بعد تخصيص مبلغ 1 مليار دولار لإقامة إصلاحات في طريق سريع تم بناؤه خصيصا لهذه القمة. الوزارة باشرت بالتحقيق في هذه القضية الجنائية والتي تصل عقوبتها للسجن لمدة 10 سنوات، ولم ترد معلومات حول المشتبه بتورطه في هذه القضية حتى الآن، لأن تقارير أشارت في وقت سابق عن قيام السلطات بتفتيش وزارة التنمية الاقتصادية في موسكو والإدارات والمكاتب التابعة لها في فلاديفوستوك.